السلام عليكم واهلا بيكم في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا. وبالنسبه للناس اللي اول مره تشوفني، احب اعرفكم بنفسي. انا احمد، صاحب قناه شوارعنا. وقناه شوارعنا هي اول قناه مصريه على اليوتيوب بتقدم محتوى خاص بتصوير الشوارع والمعالم والاحياء المصريه، وبعمل بث مباشر في اماكن مختلفه بناء على رغبه المتابعين كل اسبوع. وعايز اوضح لكم كم نقطه بوضحهم في بدايه كل بث مباشر، هي ان اولا جوده التصوير اثناء البث المباشر مش بتكون احسن حاجه، والموضوع بسبب سرعه النت وملوش علاقه خالص بالكاميرا او الموبايل اللي بعمل منه البث المباشر. وتاني حاجه ان انا بعمل البث المباشر علشان خاطر من خلال البث المباشر بقدر اتواصل معاك واسلم عليكوا، علشان خاطر كمان ناس كتير جدا بتطلبه مني. ومؤخرا بقينا بنعيد البث المباشر، بنعيد نشره تاني على القناه تاني يوم اللي هو يعتبر يوم السبت، بجودة تصوير افضل من حيث الصوت والصورة. واهلا بكل الناس اللي موجودين معايا، وحابب اقول لكم يا جماعة ان انا دلوقت في شارع، واقف في شارع الحجاز، والنهاردة ان شاء الله هنصور شارع النزهة. شارع النزهة من الشوارع اللي يعني بتوصل مصر الجديدة، حي مصر الجديدة مع مدينة نصر ببعض. واهلا بكل الناس اللي موجودة معايا. انا بالظبط يا جماعة واقف في شارع الحجاز، تحديدا عند في ميدان هليوبلس، في على يمين هنا ومستشفى هليوبليس من الحاجات المشهورة جدا هنا. وحابب كده ان انا ايه قبل ما نبدأ نتحرك اللي انا السلام عليكم، ازيكم كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. والاسبوع اللي فات طبعا نزلت اكتر من فيديو، ويعني كان واضح ان مردودهم كويس الحمد لله، وناس كتير يعني اتبسطت بالفيديوهات اللي نزلتها. واحنا النهارده الجمعة اهو مع بعض في البث المباشر، وان شاء الله هنكون مع بعض كل جمعة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان خاطر نحقق هدفنا مع بعض وهو تخطيط كل شوارع مصر. ولسه في شوارع كتير ان شاء الله، ومناطق ومعالم وجولات وحاجات تانية جاية كتير ان شاء الله نشوفها كلها مع بعض. واهلا بكل الناس اللي موجودين معانا، ونرجع تاني للشارع كده. حبيبي اللي انا اسلم عليكم سريعا قبل ما نبدا نتحرك. ودود، هاي، ازيك يا ودود؟ عامله ايه؟ استاذه ليلى، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد وائل، محمد الصعيدي، استاذ ماجد، استاذ محمود حسين، استاذ محمد حسين، استاذ احمد، اخبارك؟ الحمد لله. استاذ ايمي، يسعد مساك، ازيك يا اخي احمد؟ الحمد لله. استاذ ايمي، سرحان السباعي، هدهد، خالد، استاذ ليلى، مصطفى حسين، منور الدنيا، الله يخليك يا استاذ مصطفى. استاذ عبدو احمد، ربنا يسعدك، الله يخليك. استاذ فهد، استاذ مصطفى حسين، حسين بيسلم عليك، سلم لي عليه كتير. مرحبا يا استاذ احمد، اهلا بك يا استاذ اسماعيل. استاذ احمد، سليمان، ابو جاسم، ابو فرح، حسين، ايهاب، استاذ ماريو، استاذ ماريو تقاوي، استاذ اماني فهمي، استاذ طلال، اهلا بك يا استاذ طلال. استاذ سعد، استاذ رمضان، استاذ محمود سعد، استاذ حنان حنين، سعيد العربي. يلا يا جماعه بقى، علشان ايه حاسس ان انا طولت كده عليكم النهارده، يلا بينا نبدا نتحرك في جولتنا النهارده. ان شاء الله النهارده زي ما وضحت كده هنشوف شارع مشهور جدا. الشارع ده ما صورتوش كله من زمان، يمكن مثلا اكون عملت بث مباشر عديت عليه، ممكن اكون عملت كنت بصور اجزاء تاني او شوارع تاني في مصر الجديده فصورت جزء منه، لكن الشارع نفسه صورته مره واحده بس من اوله لاخره. صورته قديما، كنت لسه يعني تقريبا من سنتين يعني تقريبا. واحنا دلوقتي في ميدان هليوبلس يا جماعه، ميدان هليوبلس اللي هو تقاطع شارع الحجاز. هو طبعا في اكتر من شارع يعني، بس هو شارع الحجاز مع عبد العزيز فهمي. اليمين ده عبد العزيز فهمي، وهنيجي هنا. وعلى فكره لو مشينا كده هنروح على التريومف، التريومف هنوصل له تاني. وفي هنا اهو محطه مترو، محطه مترو هليوبلس. ولكن احنا خلينا ماشيين في شارع الحجاز علشان هنروح للميدان اللي جاي. احنا بالمناسبه هنشوف ميادين كتير النهارده ان شاء الله، يعني في ميادين كتير هنعدي عليها من ميادين مصر الجديده. احنا بدانا يعتبر من ميدان هليوبلس وداخلين على ميدان الحجاز. ميدان الحجاز ده عباره عن تقاطع شارع الحجاز، الشارع اللي انا ماشي فيه، مع شارع فريد سميكة، الشارع اللي هو فيه الكوبري اللي في الوش ده اللي احنا هنشوفه، وبدايه شارع النزهه. انا حبيت ان انا ابدا من ميدان هليوبلس علشان نبقى شفنا اكبر قدر ممكن من الميادين. شارع فريد سميكة اللي هو يعتبر فيه الكوبري اللي قدامي ده، الشارع ده يعتبر نهاية، او يعني لو اتجهنا ناحية الشمال كده نروح على ميدان الالف مسكن وشارع جسر السويس اللي هو يعتبر حدود حي مصر الجديدة. ولكن احنا هنفضل ماشيين كده علشان نروح على شارع الحجاز وناخده من اوله. والله يا جماعة مبسوط جدا ان انتوا كلكم موجودين معايا، واعذروني لو في كومنت ما عرفتش ارد عليه، عشان زي ما انتوا عارفين يعني ما احيانا بيفوتني بعض الكومنتات. واحنا كده داخلين على ميدان الحجاز،
استاذ اسامه يوسف، اهلا بيك. استاذ اماني سمسم، مصطفى زواوي، استاذ خالد، محمود امين، استاذ يحيى عيسى بنت العراق، استاذ انس احمد. بصوا يا جماعه، انا بس هنخلي العربيه اللي جنبي دي تمشي. احنا كده في ميدان، في ميدان الحجاز زي ما قلت على طول، ده شارع الحجاز، واليمين اللي في الوش ده كده يعتبر شارع فريد سميكة، تمام؟ لكن احنا هنخش اليمين قوي، ده اللي هو يعتبر احنا هنا في بداية شارع النزهة. والكوبري اللي فوقيه ده فرع كوبري من الكوبري اللي اتعمل في فريد سميكة، بينزل على شارع النزهة على طول. يعني لو انت في فريد سميكة وعايز تخش النزهة بدل ما تخش الحجاز وتاخد يوتيرن، لا، فوق الكوبري بتنزل على النزهة على طول، واحنا كده في بداية شارع النزهة. طبعا يعني كل الكباري اللي في مصر الجديدة تم استغلال الجزء اللي تحتها ده يعني بطريقة كويسة جدا، بقى كله بيتعمل كافيهات، والجزء الأخير ده بيتعمل بارك العربيات يعني. واحنا كده يا جماعة في بداية شارع النزهة، وإن شاء الله هنفضل بقى ماشيين في شارع النزهة لحد ما نوصل لنهايته خالص في طريق النصر عند الجزء بتاع ميدان الساعة، مرورا بقى بحاجات كتير جدا. احنا كده داخلين على ميدان سانت فاطمة. على فكرة يا جماعة، أنا لما في بداية الحلقة كنت عند ميدان هليوبليس وقلت لو مشينا كده هنوصل لتريومف، أنا كنت غلطان. يعني احنا لو كنا مشينا كده كنا هنوصل لسانت فاطمة، الميدان اللي جاي ده اللي هو يعتبر تقاطع النزهة مع عبد العزيز فهمي. طبعا مصر الجديدة طبعا اتطورت جدا، شوارعها وسعت جدا. يمكن ربما بعض الناس منزعجة شوية لأن هم فعلا شالوا شجر كتير جدا كان موجود في مصر الجديدة، لأن حي مصر الجديدة كان مشهور بالجنان اللي في النص. يعني كل الشوارع كانت طبعا شوارع أضيق من كده بكتير، كلها مليانة شجر، لكن عشان يتم التوسعة فاضطروا إن هم يضحوا بموضوع الشجر ده. ولكن الطرق بقت أحسن بكتير جدا زي ما حضراتكم شايفين، الشوارع وسعت. في على الشمال هنا كنيسة سانت فاطمة اللي تم تسمية الميدان اللي في وشنا ده على اسمها. أستاذ تامر جاد منور يا باشا، كل سنة وأنت طيب وأنت طيب وبخير. مصر الجديدة حي مبني من أكتر من 100 سنة، تخطيطه أجمل وأكثر تنظيما، والأحياء مبنية من عدة سنوات. دي حقيقة، تنظيم وتخطيط مصر الجديدة جميل جدا. احنا كده يا جماعة شارع عبد العزيز فهمي، علشان نكمل في النزهة اللي هو في الوش هناك على طول لازم نخش يمين وناخد يوتيرن ونرجع تاني. احنا كده ماشيين في شارع عبد العزيز فهمي، ولو كملنا على فكرة عبد العزيز فهمي ده على طول كده هنوصل لهليوبليس اللي احنا كنا بدأنا من عنده. أستاذ يوسف تحية من كازابلانكا من المغرب، أهلا بيك وكل أهل المغرب. أستاذ محمود حسين، أستاذ أحمد، مسافة من سكن الشيرو لحد جامعة عين شمس كام وقت؟ سكن الشيرو اللي في مدينة نصر يعني، ولا قصدك على الشيرو نفسها؟ عموما هنشوف الموضوع المسافات ده بعدين. اضطروا يضحوا بالأب والأم علشان الطفل يعيش، هما ضحوا بالأب والأم والجنين علشان الدكتور يعيش. احنا كده خدنا يوتيرن تاني راجعين في عبد العزيز فهمي علشان نكمل طريقنا في شارع النزهة. عايز اقول لكم ان شارع النزهة اتعمل فيه كوبري كبير جدا، يعني هو في كده شارع النزهة يا جماعة بيتقاطع مع شارع ابو بكر الصديق وصلاح سالم، 3 شوارع من اكبر الشوارع في مصر الجديدة كلها بيتقاطعوا مع بعض وكانوا عاملين ازمة، فاتعمل كوبري في شارع النزهة، كوبري عالي كده بيعدينا من فوق ابو بكر وبيعدينا من فوق صلاح سالم، الجزء اللي هو بتاع كوبري الجلاء، علشان يحلوا الازمة دي. هوريهولكم. أهلا أحمد، إزيك؟ الحمد لله يا أستاذ إدوارد، أنا بخير. سليم جرعم، روعة مصر، أحب مصر، أهلا بيك يا أستاذ سليم، منورنا. خلينا بقى إيه، وش يمين تاني على شارع النزهة. انتظر بس العربية دي تتحرك عشان نكمل ورا. مين فاكر ترمية عبد العزيز فهمي والمرغني؟ اه طبعا، يعني كل الناس اللي في مصر الجديدة. على فكرة الترمية يا جماعة ما اتشالش من زمان قوي، يعني في 2000 وكام؟ 2016، 2016 كنت بركب الترمية ده، او 2015 يعني حاجة زي كده. منور استاذ احمد، ربنا يبارك فيك، عامل لنا جولة الفجر في الكورنيش والحسين ان شاء الله بإذن الله. ولكن خلينا احنا كده لسه في شارع النزهة، وعدينا بقى يعني شارع النزهة بدأنا بيبدأ من ميدان الحجاز وبيتقاطع، او يعني بيمر بميدان سانت فاطمة، الميدان اللي جنبينا اللي فات ده، واحنا كده داخلين على ميدان تريومف. ميدان تريومف هو تقاطع برضو 3 شوارع، شارع عثمان بن عفان،
وشارع نخلة المطيعي وشارع النزهة اللي احنا ماشيين فيه ده. وزي ما قلنا كده في كوبري اتعمل كبير جدا او عالي جدا برضو، كوبري طاير برضو كده زي الكوبري اللي اتعمل اللي صورته لكم اللي هو في شارع ترسا، في محور ترسا الجديد اللي بيعدي من فوق المريوطية. في هنا كوبري اتعمل علشان يعدي من فوق الكوبري اللي معمول في صلاح سالم، يعتبر اللي هو كوبري الجلاء. باشا مصر جمعة سعيد عليك، الله يخليك يا استاذ ابو بكر، استنى حضرتك من بعد الجمعة والله. طب بص، واحنا بنبدأ في حدود الساعة 5، ولكن خلينا بقى نقول ايه، في رأفت هنا بتاع الشاورما الناس المشهورة في ميدان تريوم ده يا جماعة، ميدان تريوم تمام. وهحاول على فكرة، أنا مش هطلع الكوبري علشان لو طلعت الكوبري هنضيع جزء كبير ومش هنشوف حاجة، لكن احنا كده بنلف في ميدان تريوم، بيقابلنا على اليمين شارع نخلة المطاعي تمام. ونخلة المطاعي بصوا لو بصيتوا قدام هناك كده هتلاقوا جامع الإمام علي باين من هنا أهو، لكن احنا مش هنخش نخلة المطاعي. وهنلاقي بعد نخلة المطيعي عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ده طبعا يعني شارع، في اكتر شارع في ميادين في مصر الجديدة هو شارع عثمان بن عفان، الشارع اليمين ده، لكن احنا هنكمل على النزهة وهوريكم الكوبري اللي انا بقول لكم عليه اللي هو يعتبر الكوبري الطائر ده والكوبري عالي قوي، ولكن مش هنطلعه يعني لو طلعناه مش هنشوف حاجة، فخلينا نمشي من تحت علشان نشوف شوارع، يعني نشوف شكل شوارع افضل علشان الرؤية تكون أوضح ليكم، علشان خاطر كمان أنا يعني زي ما قلت من فترة كبيرة صورت النزهة، فلما صورت النزهة كنت طلعت الكوبري، فخلينا دلوقتي نعدي من تحت الكوبري علشان نشوف التقاطعات اللي موجودة. أستاذ عفاف، هاي هاي يا أحمد، أنا من متابعينك، أنا عفاف من الهرم، أهلا بيك يا أستاذ عفاف. يا باشمهندس محمد، قناتك مفيدة وأحلى سلام من وادي الرافدين العراق، أهلا بيك يا باشمهندس. واحنا كده يا جماعة داخلين على تقاطع ثلاث شوارع كبار ورئيسيين مع بعض قبل وجود الكوبري اللي على شمالي ده اللي احنا ماشيين تحتيه. كان الموضوع هنا صعب شوية فكنا بناخد كذا يوتيرن يعني علشان تكمل في نفس الشارع، ولكن الكوبري حل أزمة كبيرة للناس اللي عايزة تكمل في النزهة على طول، هيطلعوا الكوبري وينزلوا في امتداد النزهة، ولكن أنا نزلت من تحت علشان هنخش على شارع أبو بكر الصديق، هنخش على شارع أبو بكر إجباري. بص يا جماعة أعتقد المنظر واضح من هنا أهو، الكوبري اللي تحت ده كده يعتبر شارع صلاح سالم، شمال شمال ده اتجاه المطار، يمين اتجاه القلعة، والكوبري اللي على طول ده اللي هو امتداد النزهة، لكن احنا كده هنخش شارع أبو بكر الصديق إجباري لأن احنا نزلنا من تحت الكوبري. شارع أبو بكر الصديق هنمشي فيه قدام شوية، هنتقاطع مع أبو بكر الصديق، هتقاطع مع عثمان بن عفان في ميدان سفير، الميدان اللي جاي في الوش ده يعتبر ميدان سفير. كان في هنا شركة أوريفلام بتاعت مستحضرات التجميل الناحية التانية، فالشركات المشهورة برضه، بس مش عارف ممكن ما نعديش عليها. يا مساء الخيرات، يا مساء الخير يا أستاذة جين، أهلا بيكي، سوق النزهة يا أحمد. إن شاء الله وقت تاني علشان في البث المباشر بنصور جوه العربية بس يعني. واحنا كده داخلين على ميدان سفير، وده تقاطع شارع عثمان بن عفان اللي احنا ما دخلناهوش من تريومف، يعني يمين كده يودينا على تريومف، ولكن خلينا نلف ونرجع تاني علشان نكمل في امتداد النزهة، علشان نبقى ايه شفنا شارع النزهة كله ان شاء الله، علشان تكونوا فهمتوه اكتر. وهحاول يعني، او لو حابين ان انا احط لكم خريطة في بداية البث المباشر لما اجي ارفعه ان شاء الله بكره يوم السبت بحطها لكم يعني. مساء الخير يا احمد، بحييك من كردستان العراق، مساء النور يا استاذ ماجد، اهلا بيك وبكل اهل العراق. واحنا كده ماشيين في شارع ابو بكر الصديق، ومن واحنا في ابو بكر الصديق هيبقى عندنا اوبشن ان احنا نخش صلاح سالم او نخش نكمل في شارع النزهة على طول، وهو الكوبري العالي قوي ده يا جماعه اللي فوق قوي ده اللي هو يعتبر موازي ماشي لشارع النزهة، والكوبري اللي تحتيه اللي هو الجلاء اللي هو موازي لشارع صلاح سالم، لكن احنا دلوقتي في شارع ابو بكر الصديق اللي هو يعتبر متقاطع مع الشارعين. هتلاقوا حاطه اليوفة موضحه هنا اهو، يمين قوي ده ده صالح سالم مع العربيات، لكن احنا هنكمل في امتداد النزهه. منور يا احمد، توقيت البث زي الفل، طب الحمد لله اني توقيت مناسب معاك. سلام لك، تحياتي يا غالي من السودان الشقيق، اهلا بيك يا استاذ انس وبكل اهل السودان الشقيق يعني السودانيين اخواتنا.
لحد فترة قريبة كنا دولة واحدة، واحنا كده ماشيين في شارع النزهة وداخلين بقى على ايه، تقاطع النزهة مع المرغني وعمر بن الخطاب في ميدان السبع عمرات. داخلين كده على السبع عمرات اهو، طبعا المرغني اتعمل فيه كوبري، كوبري جديد يعني، الكوبري ده ما كانش موجود قبل كده، وميدان السبع عمرات ما كانش شكله كده من حوالي سنتين. وهنا يا جماعة نزلة الكوبري اللي انا يعني اللي انا ما طلعتهوش. احنا داخلين اهو، بص يا جماعة في هنا برضو ثلاث شوارع مشهورين، اللي هو احنا كده في السبع عمرات، اللي هو الشارع اللي هو موازي للكوبري ده المرغني، تمام، واليمين قوي ده، ده كده عمر بن الخطاب، ده المرغني، لكن احنا بقى مالناش دعوة في الاتنين، ومكملين في شارع النزهة زي ما احنا. اتجهنا كده لمدينة نصر، احنا بدأنا من مصر الجديدة وهنتجه لمدينة نصر، وهوريكم برضو شارع أسماء فهمي أو بدايته، الشارع اللي هو بيفصل ما بين مصر الجديدة ومدينة نصر. وكويس إن الإشارة قفلت علشان إيه، ألحق سريعا كده أقرأ بعض الكومنتات اللي فاتتني. أستاذة ناهد سامي، إزاي عارف كل المناطق دي وأنت صغير كده؟ شاطرة. شكرا ليكي. جينا مساء الخيرات. أماني، أستاذ ماجد، أستاذ أنس أحمد، فيديو جميل، ربنا يوفقك، الله يخليك يا أستاذ أنس. ار واي، منور يا احمد، توقيت البث زي الفل. طب الحمد لله. زالي، سؤال، انت بتستخدم نت شركة ايه؟ والله بص احنا عندنا الاربع شركات الموجودين كلهم زي بعض يعني تقريبا. سلام لك يا حياتي غالي من السودان الشقيق. ام رودي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. واحنا كده يا جماعة زي ما قلت لسه مكملين في شارع النزهة. طبعا برضو شارع النزهة من الشوارع اللي اتطورت واللي كبرت واللي بقت عريضة جدا، يعني زي ما انتوا شايفين كده عرضه، بص ما شاء الله قد ايه، شارع عريض جدا. وفي الكوبري اللي في وشي ده، الكوبري ده بقى اللي يعني الكوبري ده قديم، الكوبري الاولاني العالي ده جديد، لكن الكوبري ده القديم اللي هو كوبري النزهة اللي بيعدينا من فوق تقاطع شارع الثورة. ولكن انا برضو مش هطلعه، خلينا من تحت علشان نروح او يعني نعدي في شارع الثورة ونشوف شكل. يعني لو طلعت الكوبري، المشكلة إن الكباري اللي في شارع النزهة كباري طويلة، فلو طلعت الكوبري ونزلت هنبقى يعني خدنا مسافة طويلة وما شفناش معظم الشوارع وما فهمناش حاجة. فخلينا من تحت علشان نكون يعني الموضوع يكون سهل أكتر وفاهمين أكتر. بليز نزل حلقة كان يا مكان. حاضر إن شاء الله أنزل لكم حلقات اللي كان يا مكان. أنا معاك يا أحمد. نخلص نيكولاس ماجد، أهلا بيك يا أستاذ نخلص، نورني. نعيم لوي، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ امين، مساء الورد والفل للجميع، الله يخليك، شكرا جدا ليك. واحنا كده يا جماعه بصوا، امتداد الشارع ده اللي هو النزهه، والشارع اللي انا دخلته ده، ده شارع الثوره. شارع الثوره طبعا انا كنت مصوره قبل كده. هنمشي قدام شويه ونلف وناخد يوتير، هنلف من عند سنترال الالماظه، من عند تقاطع الثوره مع المرغني، مستشفى فلسطين هنا اهي. المستشفى دي كان الاول معمول قدامها سور كده وما كناش بنعرف نوصل لها بسهوله، لكن بعد تطوير الشارع الموضوع بقى احسن كتير. احنا كده في شارع الثوره في اتجاهنا الى، لو فضلنا ماشيين على طول كده هو احنا هنخش يمين اجباري طبعا، ما فيش يعني، لكن عموما يعني اللي على طول ده هيودينا على نفق الثوره اللي منه هنطلع على منطقه الكرب، لان الثوره يعتبر بقى معظمه اتجاه واحد. في على الشمال هنا وسنترال الماظة، لكن هنشوفه احسن. هو انا اصلا الشمس كده ضاربه في عينيا انا، فمش مش عارف حتى اقرا الكومنتات، يعني مش شايف حاجه. واحنا هنا في تقاطع المرغني مع الثوره، يمين ده كده المرغني، لكن خلينا نلف نتمشى في الثوره زي ما قلنا. يبقى في كل وش سنترال الماظة، كده يا جماعة في شارع الثورة في اتجاهنا. لما لفينا بقى غيرنا اتجاهنا، احنا كده في اتجاهنا الى طريق السويس والقاهرة الجديدة بقى ومعظم المدن الجديدة لحد ما نوصل. هنقابل طبعا ايه مدينتي، وبعد القاهرة الجديدة مدينتي، وبعدين بدر، وبعدين خلاص بقى نبقى رايحين على السويس. مساء النور يا احمد، اخوك خالد من السعودية، اهلا بيك يا استاذ خالد، نورنا.
مفيش زيك، المنافسين كتير انما احمد مفيش زيه، التقليد كتير. الله يخليك، شكرا والله، ربنا يوفق الجميع يعني. تحية لك اخ احمد، ادعي علي ان ازور القاهره قريبا، نسيبه من تونس. اهلا بك يا نسيبه، وان شاء الله تزورينا في اقرب وقت وتنورينا. واحنا كده يا جماعه رجعنا تاني، احنا كده في الثوره تمام، وشايفين الكوبري ده، الكوبري ده اللي احنا ما طلعناهوش، اللي هو يعتبر موازي او في امتداد شارع النزهه، يعني اللي يكمل اللي عايز النزهه على طول من اوله لاخره كان يطلع الكوبري، ولما يطلع الكوبري هينزل هنا، هينزل قدام شويه. بس انا طبعا ايه، ما يعني ما طلعتش الكوبري علشان خاطر هنلاقي في على اليمين شارع مشهور جدا من شوارع مصر الجديده، اللي هو شارع نبيل الوقاد، اللي فيه المدافن اخره كده قدام، فيه المدافن اللي بتاعت الحرب العالميه ومدافن مصر الجديده عموما يعني. الشارع ده وش من الشوارع المشهوره ان شاء الله بصوره لكم، شارع نبيل الوقاد اليمين ده. سويس او بورسعيد، واكل السمك وجمبري فريش ماشي. اصل ماجد انا مش عارف، في اكيد في حاجه تانية قبل اللي انت قلته ده، انا ما قريتوه، انا ما قريتوش يعني. يا ريت الخريطه مع الفيديو، عشان انا من الاسماعيليه والفيديو مفيد جدا بالنسبه لي. ان شاء الله حاضر، احاول ان انا احط لكم خريطه. احنا كده يا جماعه في شارع النزهه، وادي نزله الكوبري. خلي بالكوا علشان الكوبري النازله بتاعته فيه كاميرات شغاله وبتلقط اي حد مش لابس حزام، فيعني ايه، ارجو ان انتوا تلتزموا بالحزام عموما، وارجو من نفسي برضو ان انا اكون زيكم التزم بالحزام عموما يعني. لسه احنا كده يعتبر في النزهه، في على اليمين هنا، في على الشمال شارع حسن افلاطون، في على اليمين الرقابة الإدارية، وشارع أسماء فهمي. هو المفروض يعني إن الشارع اللي هو على يميني ده اللي هو أسماء فهمي، اللي هو لو كملنا فيه في الآخر خالص هنلاقي كلية البنات، كلية البنات جامعة عين شمس، واللي بينتهي في شارع أحمد تيسير، في على يمين الرقابة الإدارية هنا. والشارع ده زي ما بقول هو تقريبا يعني اللي بيفصل ما بين مصر الجديدة ومدينة نصر، يعني إحنا بعد الشارع كده أصبحنا في مدينة نصر، وأعتقد إن الإشارة هتقفل علينا تاني. فرصة كويسة برضه ان هي تقفل علينا. سليم جرعم، سووا لايكات بدل ما تعلقوا، شكرا جدا يا استاذ سليم، وشكرا جدا لكل الناس اللي بتعمل لي لايك، وشكرا جدا لكل الناس اللي بتشير الفيديوهات بتاعتي، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني، وعايز اشكركم والله بالاسم واحد واحد. واحنا خلاص يعتبر داخلين اهو على نهاية شارع النزهة، لو عند الجزء بتاع ميدان الساعة وطريق النصر. وشكرا جدا لكل اللي عملوا لي لايك، يعني ظاهرين عندي بالاسم اهم. استاذ حامد سيد، تحياتي من المغرب. حميد، استاذ حميد سعيد يعني انا. الرباب، يا ريت لو في كل شارع في محلات قديمه مشهوره تقول لنا. وشكرا، ان شاء الله حاضر، بحاول ان انا اقول لكم. حابب ان انا اصور لكم برضو العماير اللي على الشمال دي، اللي هي اعتقد العماير السعوديه تمام، وعلى اليمين حاول انا اصور لكم الشارع كده بشكل اوضح. الشارع اللي جاي على الشمال ده يعتبر من الشارع اللي بتودينا على سيتي ستارز، وفي حاجات بتتبني، مولات بتتبني جديده اهو. واللي على اليمين ده كله يا جماعه ده دور الدفاع الجوي، يعني من ورا خالص. في على الشمال هيبان من هنا قدام شويه كده الجزء بتاع سيتي ستارز هنا اهو، مش عارف هو انتوا شايفينها كده بالظبط ولا لا، يعني تمام ماشي. واحنا كده خلاص يعني داخلين على طريق النصر وعلى ميدان الساعة، وطبعا الكوبري اللي في الوش اللي هو الكوبري اللي اتعمل عند شارع عباس العقاد، اللي بنطلعه من قبل اول عباس وبينزلنا عند اول مكرم على طول، علشان يحللنا ازمة كبيرة كنا بنعاني منها. وعايز اشكر تاني الناس اللي عملت لي لايك، والناس اللي شيرت الفيديوهات بتاعتي، والناس اللي بتكتب لي كومنتات كويسه، شكرا جدا ليكم. واحنا خلاص داخلين على نهايه اللايف النهارده، واحنا كده يعتبر خلاص خلصنا شارع النزهه، فهنوصل لطريق النصر. هو طبعا في يوتيرن معمول قدام، اللي مش هياخد اليوتيرن ده يبقى لازم يا اما يخش عباس اجباري، يا اما يكمل في طريق النصر على طول يمين اجباري اهو. اليوتيرن ده يعتبر اخر يوتيرن في شارع النزهه، ثم بعد اليوتيرن ده احنا داخلين كده على ايه، على ميدان الساعه. الساعة ايه لسه موجودة، الناس اللي كانت بتسأل عليها.
وبعدين طريق النصر، كوبري اللي فوق ده اللي هو زي ما قلت كده كوبري اول عباس، واحنا كده في طريق النصر، واحنا كده يعتبر خلاص خلصنا الفيديو النهارده. ويا رب الجوله يعني تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا اكتر او فهمتوا اكتر، ويخلينا بقى مكملين على طول. او يعني تعالوا نخش عباس كده علشان نحاول نقف على جنب، علشان حابب ان انا اسلم عليكم واحد واحد بالاسم. عايز اشكر جدا كل الناس اللي كانت موجوده معايا. واللايف يا جماعه احنا بنحاول نعمله، يعني يحاول احنا بنعمله كل جمعه، وبيكون تحديدا بيبدا الساعه 5 مساء تقريبا. يعني وصلنا لشارع عباس العقاد، علشان بقى نوصل للنزهه تاني هناخد يوتيرن ونرجع تاني على النزهه. ولكن احنا بقى ايه، مش هنرجع على النزهه تاني، احنا كده خلاص خلصنا شفنا الشارع كله. وحتى انا ما طلعتش كباري علشان خاطر تعرفوا التقاطعات اللي تحت والشوارع من تحت شكلها عامل ازاي. انا بس ايه، انا كده يا جماعه في عباس العقاد. طبعا عباس العقاد كنت صورته كذا مره قبل كده، بحاول ان انا اقف على جنب كده علشان اسلم عليكم واحد واحد، وعلشان حابب ان انا اشكركم جدا كلكم. ازيكم يا جماعه، ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. وانا عارف ان الجوله النهارده يعني مش طويله قوي، ولكن احنا كنا مركزين على شارع النزهه لانه من الشوارع المهمه جدا، وبيمر بحاجات كتير، بيتقاطع مع حاجات كتير جدا. شكرا جدا لكل الناس اللي كانت موجوده معايا، وزي ما بقول كده اتمنى ان كل واحد يكتب لي اسمه وهو منين، علشان خاطر حابب ان انا اسلم عليكم كل واحد باسمه. وانا حاليا واقف في شارع عباس العقاد، والشارع كنت مصوره قبل كده، وهتلاقوا ان شاء الله الفيديوهات كلها موجوده في قناه شوارعنا. خلينا نرجع تاني للشارع تاني. اجمل لايك، شكرا احمد فتحي من السودان، اهلا بيك يا استاذ احمد، وشكرا جدا ليك، كنت منورني. انا بعتبر نفسي مدير فرع شوارعنا في مونتريال بعد اذنك يا باشا، ده شرف لينا. تحيات ليك من السودان، اهلا بيك يا استاذ محمد. الاميره الحسناء، اهلا بيك يا اميره، رب تكوني كويسه وبخير. رمضان صلاح الدين، شكرا ليك يا استاذ رمضان. هدود، شكرا يا احمد على فسحة جميلة دي، الله يخليك يا هدود، شكرا ليكي. عبد الباقي الشيخ منور، ابو حميد عبد الباقي من الرياض السعوديه، اهلا بيك يا استاذ عبد الباقي. استاذ محمود الشحات، محمود من الشرقيه مقيم في المملكه العربيه السعوديه، اهلا بيك يا استاذ محمود، ترجع لنا بالسلامه. مبسوط جدا والله اللي انتوا كنتوا معايا، وان شاء الله هنكون مع بعض الجمعه الجايه، واحاول اللي انا يعني انزل لكم فيديوهات اكتر يعني. وزي ما بنقول كده، لو في مكان معين عايز تشوفه او تتفرج عليه اكتبوا لي في كومنت، واكتر مكان بتطلب مني بروح اصوره واعمل منه بث مباشر كمان. عاوزين شوارع الاسكندريه، حاضر ان شاء الله لما اسافر ان شاء الله باذن الله. زينب فروم كندا، اهلا بيك يا استاذه زينب، كنت منوراني النهارده. محمد من الصعيد، بحبك خالص ونفسنا شرفنا في بلادنا ان شاء الله باذن الله. محمد يعني ان شاء الله نلف كل شوارع مصر ونروح كل المحافظات ان شاء الله. ابو عبد الله من اسوان، بمس عليك استاذ احمد، الله يخليك يا ابو عبد الله، شكرا جدا ليك، فكره القناه جميله. بالتوفيق يا احمد لكل اللي عايزين يزوروا مصر والمصريين المغتربين، شكرا جدا. استاذه حنان من سوريا، اهلا بيك يا استاذه حنان، منورانا دايما. الجوله الخاصه بترسا كان جميل جدا، والجوله اليوم جميله. طيب الحمد لله ان هي عجبتك يا استاذ احمد، وطولت عليكم بقى، واسيبكم دلوقت، وان شاء الله باذن الله هنتقابل تاني الجمعه الجايه، وان شاء الله هحاول بقدر المستطاع اقابلكم قبل الجمعه في فيديوهات تاني جايه كتير مع قناتنا وقناتكم قناه شوارعنا. ومع الف سلامه.
ترجمة